When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. الفيديوهات السابقة الاعتماد على مستشار الهجرة ماشي ضرورة، ولكن في بعض الحالات كيكون مهم ويقدر يربحك بزاف ديال الوقت وبزاف ديال حرق الراس، ولكن في نفس الوقت رد البال حيت هاد الدومين هذا فيه بزاف ديال النصابة. وباش يكون الاختيار ديالك محلو ضروري خصك تسول على راسك مزيان قبل ما تربط الاتصال مع شي مستشار وما تتعامل معاه وتسني معاه لو كونطرا. ومن غير انك تسول على مستشار ولا على محامي الهجرة اللي غتعامل معاه، ضروري توجد ليه بعض الأسئلة اللي ممكن يساعدوك في الاختيار ديالك، وهذا ان شاء الله غادي يكون الموضوع ديال اليوم. يلا على بركه الله. اول حاجه تسول عليها مستشار الهجره وهو رقم التسجيل اللي هضرنا عليه في الفيديو الاول واللي كيتسمى RCIC. او بطبيعه الحال الا كان محامي اللي كتعامل معاه غتطلب منه لو ليان ولا رابط التسجيل ديالو في جمعيه المحاماه الخاصه بالجهه او المقاطعه. نفس الشيء كيطبق على لي باراليغال، ونفس الشيء كيطبق على لي نوتير مثلا الا كانوا في كيبيك. كاع هاد الناس هادو قبل ما تتعامل معاهم خصك تتاكد من المصداقيه ديالهم وبانهم عندهم الرخصه في التعامل مع وزاره الهجره الكنديه. كتذكير كما شرنا لها في الفيديوهات السابقه، الاختلاف ما كيكونش كبير ما بين المستشار والمحامي باراليغال واللي نوتير كذلك، كلهم تقريبا كيقدموا نفس الخدمه. ثاني سؤال مهم خصك تطرحه على هذا المستشار قبل ما تتعامل معه وهي التكلفه، وكذلك لي فاسيليتي دو بايمون ولا تفاصيل ديال الدفع. لهذا ضروري تسول على راسك مزيان وما تحشمش في التعامل ديالك معاه، وسول اكزاكتومون شحال غادي يكلفك البروسيسوس، ولا جاك الثمن غالي ممكن ترجع للور. وممكن كذلك تواصل مع اكثر من مستشار كوم سا دير واحد المقارنه ما بين الاثمنه ديال كل واحد، وكوم سا الى بان لك شي واحد زايد في الثمن بزاف مقارنه مع الناس الاخرين تما غادي تعرف بان القضيه فيها ان. وديما ما تنساش سورتو الا كنتي غتعامل مع مستشار اللي عايش هنا في كندا ولا محامي كذلك، ضروري تسول واش الثمن اللي كيطلب منك واش داخله فيها الضريبه ولا لا. حيت انا صراحه في كندا هي مساله غريبه، خصوصا الناس اللي يلاه كيجيو اول مره، ديما فاش كتلقى شي حاجه كتباع ارتيكل ولا اي حاجه، ديما داك الثمن اللي كتشوف ماشي هو اللي غتخلص في الاخر. ونفس الشيء كيطبق حتى على التكاليف اللي كتعطي المستشار الهجره. يعني مثلا الا قال لك غتخلص لي 2000 دولار خصك تسول واش ديك 2000 دولار داخله فيها الضريبه ولا لا، والضريبه غالبا كتقدر تكون ما بين 13% 15% او كتختلف بطبيعه الحال على حساب المقاطعه. وبخصوص هاد المصاريف ضروري خصك تطلب ان هاد المستشار ولا هاد المحامي يعطيك ان كونطرا، يعني عقد اللي تحطوا فيه كاع التفاصيل ديال الخلاص، شحال هي لا سوم، واش يقدروا يكونوا تسهيلات في الدفع مثلا. ومن الاحسن كاع التواصل ديالك ما يكونش فقط عن طريق الهاتف بل يكون كذلك عن طريق الايميل، كوم سا تبقى عندك اون تراس باش لا قدر الله وقع شي مشكل عندك بعدا دي بروف وعندك دلائل فين تقدر تشد. وهاد المساله ديال انك تسول على راسك مزيان بخصوص العقد وبخصوص لي شونج ديال لي زيميل، هاد الشيء كيخلي هاد مستشار الهجره ولا محامي الهجره يعرفك بانك راك على بال. ثالث سؤال مهم وهو شنو هي المده الصلاحيه ديال هذا العقد، حيت المده ديال صلاحيه العقد كتختلف باختلاف البروغرام ديال الميغراسيون ولا ديال الدراسه ولا ديال السياحه ولا غيره. فمثلا برنامج الكفاله الاسريه غالبا كياخذ واحد 12 شهر، يعني الا انت مشيتي سنيتي الكونطرا مع هذا السيد ولو كونطرا فيه مثلا التزام قل من 12 شهر، عرف بان القضيه فيها شي مشكل. حاجه اخرى خصك ترد ليها البال في العقد اللي كتسني مع هذا المستشار، وهي مثلا الا كنتي غادي تدفع على برنامج دخول سريع، كاين بعض مستشاري الهجره ومحامي الهجره اللي كيتخلصوا على فقط لا كرياسيون ديال لو بروفيل، ومن بعد كيوليو يتخلصوا على لو سويفي من بعد ما كتجيك لانفيتاسيون بور لا ريزيدونس بيرمانونت. يعني هاد المسائل هادو خصك ترد لهم البال مزيان سورتو وتقرا لو كونطرا بيان كوم إل فو. السؤال الرابع وهو واش الاستشاره الاوليه مجانيه؟ غالبا مستشاري ولا محامي الهجره اللي كتكون عندهم مصداقيه، ديك الاستشاره الاوليه كتكون مبدئيه وكتكون مجانيه، يعني ما كيحسبهاش عليك، وين فوا كتفاهموا وكتسناو لو كونطرا عاد ديك الساعه كيبداو المصاريف. خامس سؤال تقدر تسولو وهو شنو هو احسن برنامج ديال الهجره للمعلم اللي كنتايا وعلاش؟ حيت هاد المستشار ولا محامي الهجره ضروري خصو يعطيك التفاصيل علاش اقترح عليك هاد لو بروغرام وما اقترحش عليك بروغرام اخر، يعني يشرح لك وانت خصك تقتنع. الا ما اقتنعتيش ولا حسيتي بشي حاجه ماشي هي هذيك ارجع للور. السؤال السادس وهو شنو هما الحدود ديالك في النجاح؟ بيني وبينكم ما كاينش شي مستشار او محامي هجره اللي عنده مصداقيه
اللي غادي يقول لك راه النجاح مضمون 100%. الا قال لك بان النجاح مضمون 100% عرفوا راه كذاب ونصاب. ولكن ممكن يعطيك واحد التقييم تقريبي، مثلا في لونتري اكسبريس يقدر يقول لك تقريبا السكور ديالك غادي يجي مثلا 400 نقطه 415 نقطه، يعني كيعطيك بعض لي زانديس ولكن كيكونوا تقريبيه. اما الضمان ديال النجاح ديال الملف ديالك ما عمره كيكون مضمون. سينو حتى الا كان لو سكور ديالك طايح بخصوص مثلا النظام ديال الدخول السريع كيولي كيعطيك اقتراحات اخرى باش يزيد لو سكور ديالك. سابع واخر سؤال وهو واش ممكن نضيف افراد الاسره وشحال يقدر يكلف هذا الموضوع ديال الاضافه. وهذا السؤال مهم جدا سورتو الا كانوا عندك افراد ديال الاسره اللي كتفكر تزيدهم من بعد في لو دوسيي ولا تزيدهم سور بلاس. مزيان طرح هذا السؤال قبل ما تسني الكونطرا ديالك، حيت غالبا اضافه افراد اسره زايدين عليك نتايا كتكون عندهم مصاريف اضافيه. وكما قلت توتالور ضروري تسول على راسك مزيان وما تحشمش في هذه المساله هذه، حيت كما قلنا في البدايه ديال الفيديو هذا الدومين هذا فيه النصابه والكذبه كثار. اي فوالا، نتمنى الفيديو يكون مفيد. ان شاء الله الفيديو القادم غادي نهضروا على الحوايج اللي يخليوك تشك بان مستشار الهجره نصاب حقيقي. كنتمنى لكم كل التوفيق. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.